اتعرف على احد اصدقائه، كان رجل بريء في البداية، اسمه كارلوس. كارلوس ده من عائلة ثرية اعتنق الفكر الماركسي، هو فنزويلي الاصل. كارلوس الفنزويلي ده كان من اسرة ثرية، كان لي صديق جزائري اسمه محمد بودية. كارلوس فنزويلي كان ماركسي او شيوعي مؤمن بالفكر الماركسي، كان لي صديق جزائري اسمه محمد بودية. محمد بودية كان في منخرط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللي كان بيرأسها جورج حبش رحمة الله على الجميع. محمد بودية كان جزائري، كان مخلص للثورة الفلسطينية وحركة جورج حبش الجبهة الشعبية. فصديقه كان اللي هو كارلوس الفنزويلي. في إحدى العمليات اغتالت إسرائيل محمد بودية صديقه يوم 28 يونيو 73 في عملية نوعية قامت بها الموساد الإسرائيلي. يبقى تاني بسرعة، الفنزويلي كارلوس صديقه محمد بودية جزائري كان في حركة تحرير فلسطين، إسرائيل اغتالت وصفت محمد بودية. هنا الصديق أراد أن يعني يثأر لصديقه، فبدأ ينضم من أجل الثأر إلى الحركة الشعبية لتحرير فلسطين جورج حبش. يبقى هذا الفنزويلي نتيجة فقدانه لصديقه محمد بودية الجزائري قال هثأر وهاخد بطاره، فانضم إلى جبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج حبش سنة 73. بدأ يخطط للثأر والانتقام من إسرائيل. خطف طائرة فرنسية كان على متنها إسرائيليون، وتوجه بها إلى مطار في أوغندا سنة 76. يبقى أول عملية نوعية ده كارلوس. كارلوس ده شخصية شهيرة جدا وشخصية ثرية جدا، طبقا لما قرأناه في كتاب الأستاذ غسان شربل اللي ألف كتاب بيتكلم فيه على هذه العمليات، الصندوق الأسود. الصندوق الأسود كتاب رائع جدا، يعني استقينا منه في قصة كارلوس وعلاقته مع محمد بودية ودخوله جبهة شعبية تحرير فلسطين وبداية عمليات نوعية للانتقام من مقتل صديقه وإيمانا بالقضية الفلسطينية. اختطف طائرة فرنسية ودها على أوغندا سنة 76، وبعد أسبوع واحد اقتحم نفس المطار. هو كارلوس كان جبار، واستهدف طائرة العالي الإسرائيلية لاغتيال نائب رئيس الاتحاد الصهيوني البريطاني في لندن. عمل عمليتين في أسبوع واحد، خطف طائرة ودها أوغندا، ودخل اقتحم المطار لاختطاف طائرة العال علشان نائب رئيس الاتحاد الصهيوني البريطاني. انضم إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واشتغل مع زعيمها جورج حبش في نهاية الستينيات، ثم تحول كارلوس لإرهابي دولي. بعد ما دخل بقى في القضية الفلسطينية ودخل شاف وعمل عمليتين ثلاثة، كفر بالقضية الفلسطينية وكفر بجورج حبش، وتحول كارلوس هذا من مناضل إلى إرهابي بيشتغل بالأجرة. يعني اللي عايز يعمل عملية إرهابية نوعية يروح يتفق مع كارلوس. وزاع صيته على إنه جبار ما بيخافش، عنده أدواته، ذكي جدا، بيستطيع التخفي. فبدأ اسم كارلوس إرهابي تحت الطلب، خاطف للطائرات، بيجيد الفر والكر، بيجيد العمليات النوعية. فتم استعماله في أكثر من عملية إرهابية. تحول من مناضل زي ما قلنا في صفوف الثورة الفلسطينية إلى بيستخدمه بقى آخرين، كان القذافي بيستخدمه، كان علي عبد الله صالح بيستخدمه، كان ناس كتير بتستخدمه. ظل متخفيا في هذه العمليات حتى طلب منه عملية خطيرة. إيه هي العملية؟ اقتحام مقر منظمة الأوبك في العاصمة النمساوية فيينا، وخطف 11 وزير بترول كانوا مجتمعين في أوبك. عملية جبار، عملية كبيرة، أكبر عملية إرهابية في العالم. طلب منه يلا في مقر أوبك في فيينا يتم اقتحام المقر، خطف 11 وزير بترول، خطفهم وحطهم في طيارة وراح بيهم على الجزائر. استقبله في المطار مين؟ الأخضر الإبراهيمي اللي هو كان وزير خارجية الجزائر في هذا التوقيت، وبدأ فيه مفاوضات معاه، وجاب له محمد زكي يماني، أحمد عبده يماني وزير البترول السعودي، اتفق معاه، وكان المطلوب دي 50 مليون دولار اتدفعوا بالفعل لكارلوس. مين اللي كان بيشغله؟ كان بيشغله حسن الترابي، كان بيشغله تنظيم الدولة للإخوان المسلمين. طيب
انا حكيت قصة كارلوس قصة طويلة ما خرجتناش من الموضوع، بس انا عايز اقول لكم كيف استغل هذا الاخواني الميكافيلي، كيف استغل صديقه كارلوس للقيام بعمليات نوعية، كان بيأجره وياخد سمسرة حتى العملية الاخيرة، انه اتفق معاه انه يقوم بعملية خطاف 11 وزير بترول يجيبهم الجزائر، يقعدوا مع يماني يطلبوا منه فدية 50 مليون دولار، تخش ال 50 مليون دولار الجزء الاكبر منها في ايد حسن الترابي للانفاق على عمليات ارهابية. ايه هي العمليات الارهابية اللي جابها اللي عملها الترابي؟ الترابي دخل السودان مجموعة من الارهابيين زي اسامة بن لادن، هو اللي جابه السودان وكان قاعد في السودان، ايمن الظواهري، عمر عبد الرحمن، راشد الغنوشي، ضباط وجنود الحرس الثوري الايراني، فصائل من حزب حماس وقناصون من حزب الله، جماعة الاخوان المسلمين كلها بكل اعضائها، منظمة الجماعة الاسلامية، منظمة الجهاد الاسلامي، كارلوس، كل دول كان مقعدهم وفاتح لهم ابواب السودان. بيصرف عليهم منين؟ من فلوس كارلوس الارهابي اللي استخدمه لخطف 11 وزير بترول. انا بحكي كيف كان يفكر، كيف كان يحصل على الاموال والتمويل، كيف كان جاعلا من السودان والخرطوم قاعدة ومأوى لكل الارهابيين من كل دول العالم، من اول اسامة بن لادن والظواهري والجماعة الجهاد وعمر عبد الرحمن، كل ما كان مرتبط بالتفكير التكفيري كان موجود في السودان. السودان كانت بتمثل وتناظر الان الدوحة، كانت الخرطوم بتناظر الدوحة في انها قاعدة لحماية واحتضان كل الافكار التكفيرية. مين اللي كان بيديرها؟ كان حسن الترابي.